إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة الأعزاء، يسرنا جميعا أن نلتقي بهذا المجلس المبارك، بهذا المسجد المبارك أيضا، راجين من الله عز وجل في هذا اليوم السعيد من أيام رمضان الأبرك، أن يجعل هذا المجلس فعلا مجلسا تحفه الملائكة، يكون جلساؤه ملائكة الرحمن جل وعلا، بما يستغفرون للحاضرين ويسترحمون للحاضرين، وبما ينورون المكان بما آتاهم الله من أنوار، طاردين للشياطين ولكل وساوس الشر من قلوبنا أجمعين. رجينا منه سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس مجلسا لعبادة الله، خالصا له وحده سبحانه وتعالى، خالصا له سبحانه وحده دون سواه. عسى أن ينال، يعني هذا المجلس دائما أن ينال من رحمته ومن سكينته ما وعد به عباده المجتمعين في أي بيت من بيوته، يتلون كتاب الله أو يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم. هذا يوم نحتفل فيه بكتاب الله عز وجل، وكل الأيام ينبغي أن تكون لكتاب الله، لكن لا بد من أن تكون لنا جلسات أو مجالس للتنبيه على هذه السنة النبوية التي كان قد سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث يجتمع بأصحابه، وكذلك صار على دربه التابعون يجتمعون لتلاوة الكتاب وتدارسه بمساجدهم. شيء ربما قد غاب كثيرا عن كثير من الناس التالين المستمعين له، وهو التعبد بالقرآن. ولذلك أحببت أن تكون كلمة متواضعة هذا اليوم متعلقة بهذا المعنى، التعبد بالقرآن، أو من أسرار التعبد بالقرآن الكريم. التعبد بكتاب الله عز وجل له صور شتى، لكن من حيث هو تلاوة أي يتلى، فله خصوص معين هو الذي نريد أن نذكره الآن بحول الله، لأن كثيرا من الناس انصرفوا إلى تجويد كتاب الله جل وعلا، وهو أمر حسن، لكن نرى أن الأمور في هذا السياق بدأت تنحرف من العبادة إلى العادة، من العبادة إلى العادة، ومن مقاصد الآخرة إلى مقاصد الدنيا. فأحببنا أن ننبه أنفسنا أولا وإخواننا من القراء والمشتغلين بكتاب الله والمستمعين له من عموم المسلمين، إلى أن الفائدة الكبرى من القرآن الكريم تلاوة إنما هي التعبد بهذه التلاوة. فكيف التعبد به إذن؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أغلب أمره يقرأ القرآن في حزبه إلا قائما بين يدي ربه مصليا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده الحزب دياله، ديال القرآن اللي كيقرأه كل يوم. هذا الحزب هذا شأنه فيه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأه في الصلاة لا خارج الصلاة، وكان يقرأه بصلاة الليل أي بالقيام قائما لله عز وجل، وذلك منسق في القرآن الكريم، والأحاديث في هذا أكثر من أن تحصى، مما روته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، مما هو مثبت في الصحيحين وغيرهما. ويكفينا من ذلك كتاب الله عز وجل حينما قال له جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل
رتل القرآن ترتيلا، الذي يفصل في المعنى بين قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وبين بدء السورة يخرج بالآية عن سياقها. يعني هذه ورتل القرآن ترتيلا ماشي وحدة معزولة عن قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هي أمر واحد، قم الليل، الصلاة بليل، عمرانها باش كتعمر، عمرانها ترتيل القرآن، تلاوة القرآن. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ ما يسر الله له من القرآن وهو قائم بين يدي ربه يصلي ويطيل عليه الصلاة والسلام قيامه لطول ما كان يقرأ من القرآن الكريم، وقد يقارب نصف السبع الطوال وهو قائم في ركعة واحدة كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. حتى تفطرت قدماه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، يعني كيتنفخوا ليه الكعبي ديال رجليه. ومعروف أن انتفاخ الكعبين لا يقع خلال السجود أو الجلوس، وإنما بكثرة طول القيام. وفي صحيح السنة الثابتة أنه عليه الصلاة والسلام سئل ما أفضل الصلاة، أفضل الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام طول القنوت. طول القنوت، ما المقصود بالقنوت؟ القنوت هو الوقوف، هذا السياق، هذا هو الوقوف بين يدي الله عز وجل خاشعا، يعني واقف، فهو واقف ماشي ساكت طبعا، يرتل ويطيل هذا خاشعا. متى يسمى الوقوف أو القيام قنوتا؟ حينما يسكن القلب والجسم لله سكونا مطلقا، حتى لكأنك تظن القائمة أسطوانة، تخيل لك راه سارية ماشي بنادم بسبب أنه ما يتحركش ما يتمرمرش، يعني خشع، خضع قلبه فخضعت جوارحه لله، فتسمى هذه الهيئة قنوتا. وكذلك قد يقنط المؤمن في سجوده، يسجد سجدة واحدة بما خضع قلبه لله عز وجل تسكن جوارحه ويمضي في زمن آخر غير زمن الأرض، بل هو مع أزمنة الملأ الأعلى. تأن عائشة رضي الله عنها كانت تشوفه في هذه الهيئة فتخشى أو تظن أنه قد قبض عليه الصلاة والسلام، يتخيل الله بحال راه مات بسبب عليه الصلاة والسلام أنه يعني سكن ساجدا. فكان وقوفه بين يدي الله بطول القراءة قانتا يجعل الإنسان يظن أنه عليه الصلاة والسلام يعني لا حركة ولا سكنة فيه، وهو في حقيقة الأمر يتحرك وجدانه وقلبه بالقرآن الكريم، فيكون له من الأزيز كما ثبت بذلك أيضا الحديث الصحيح، أزيز بكثرة البكاء عليه الصلاة والسلام. يعني حتى البكاء دياله عليه الصلاة والسلام كان يعني قنوت أيضا، يعني لا يتحرك في صلاته ولا يتململ، ولكن يعني بقوة ما يكظم من ذلك الوجد الذي يجده يتحول بكاؤه عليه الصلاة والسلام إلى أزيز، كأزيز المرجل، هكذا وصفه أصحابه عليه الصلاة والسلام، يعني بحال المقراش بحال الغلاي اللي كيطبخ من الداخل مرجل. وعلى هذه السنة صار أصحابه رضوان الله عليهم في قراءة القرآن الكريم. يعني من تكلموا عن القراءة أو القرآن فهو والصلاة شيء واحد. حتى حينما نزل النسخ لقوله عز وجل يا أيها المزمل، لأن الذي نسخ نسخ الوجوب، ماشي تنسخ القيام، القيام عمر ما تنسخ، نسخ حكمه من الوجوب إلى الندب وصار مندوبا رفعا للحرج عن الأمة. حينما نزل النسخ عبر بالقراءة على أنها هي القيام وهي الصلاة، وذلك قوله سبحانه من سورة نفسها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا. تفسير ديال قرأوا ما تيسر من القرآن هي فصلوا، لأنه رب العالمين سبحانه بما اطلع على عباده من رسوله الكريم وأصحابه وطائفة من الذين معك قوامون يحيون الليل، لكن ذاك الشيء كان كثير، لأن الأمر الأول طلب منه من سيدنا محمد وصحابه عليه الصلاة والسلام باش يقوموا أكثر من نص الليل، نصفه أو انقص منه قليلا أو زيد عليه وارتل القرآن ترتيلا، يعني النص قل من النص شوية زائد النص شيء. هذا بالنسبة للناس لا يطيقونه إلى الأبد. فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، تجار يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. لكن ماشي انقطع الإنسان يخرج رمضان ويودع القرآن تلاوة وقياما إلى رمضان المقبل إن قدر الله له أن يشهد رمضان المقبل. بارك الله لنا ولكم أجمعين في أعمالنا وأوقاتنا. فلذلك أمرنا أن يبقى معنا شيء من ترتيل القرآن قياما وعبادة لله. والقصد من هذا كله بيان أن الترتيل والقراءة والتجويد وسمي ما شئت من اصطلاحات، كل ذلك في الشرع لا يجوز أن يخرج عن معنى العبادة. عبادة، عبادة لله. عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، ابن عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل المشهور، كان يلقب بأسطوانة المسجد. أسطوانة هي السارية، لأن كانوا كيديرون بكري مدورين، السارية، السارية ديال الجمع. لما؟ لأنه كان رضي الله عنه وأرضاه إذا كبر في صلاته سكنت كل جوارحه قانتا قنوتا غريبا عجيبا رهيبا، بحيث إن الطير لا تدرك أنه بشر، فتحط من حين لآخر على كتفه وفوق رأسه. يعني الطيور يدوز، الطير زوج ولا حمام ولا كذا في المسجد كيشوف عبد الله بن الزبير واقف يصلي بسبب يعني أنه ساكن ما يتحركش، كيسحب له مراه شي خشبة باش يحطو فوقه. اسطوانة المسجد قانت لله. القرآن الذي ذاقه فعلا لا يمكنه أن يتعامل معه إلا هكذا. إن المشكلة لماذا لا يحصل لنا هذا الحال؟ لماذا لا نرتقي إلى هذا المقام؟ لأننا لا نتلقى القرآن في تلاوتنا إياه على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أمره رب العزة عز وجل إذ يقرأ القرآن، إذ يرتل القرآن، إذ يعبد ربه بالقرآن، فإنه يتلقاه كلمة كلمة، رسالة رسالة. كانت قراءته عليه الصلاة والسلام فصلا فصلا. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أمنا جميعا تصف تلاوته وتقول بأن لو شئت أن تعدها حرفا حرفا لفعلت. لا بغيت تبدا تحسب ليه الآيات اللي كيقرا بالحرف، تقدر تحسب بما يرتل على مهل شوية، حرف حرف، كلمة كلمة، آية آية. لأنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تلقي رسالاتها في نفسه أولا ثم ليبلغها إلى الآخرين. وهذا هو الدين، وهذا هو القرآن، إنما أنزل لهذه الغاية، وإنما يرتل لهذه الغاية وهي عبادة الله عز وجل به تلقيا وبلاغا. قل إني ليجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. رسالات جمع مؤنث سالم كيعطي يعني الضخامة للمجموع، يلحقوا
بالعاقل إن هذه آيات، آيات الرحمن جل وعلا، والقرآن كله هكذا، الآية الواحدة منه تتضمن أكثر من رسالة. لو تقرأوا الحمد لله رب العالمين حق القراءة وحق الترتيل لوجدتها متضمنة لما لا يحصى من الرسالات، فيتلقى منها العبد على قدر ما فتح الله له في قلبه من الأنوار، والناس تتفاوت مداركهم في ذلك على قدر إخلاصهم لله، لأن القرآن كيف يفتح المؤمن على قدر إخلاص ذاك المؤمن لرب العالمين. ولا يمكن لشخص أن يبلغ عن الله رسالاته إلا إذا وقعت هذه الرسالات على قلبه هو أولا بالتهذيب والتشذيب. ذاك المقص ديال الجاردني مقراض البستاني، فعله في الحدائق بقص شاذها وأشواكها، كذلك فعل القرآن في قلب العبد، يقص ويهذب ويشذب الزوائد والأدواء والأمراض وخبائث الخواطر حتى يصفو القلب لله جل وعلا. فإذا صفى بدأت واردات النور تتنزل على ذلك القلب فيتخلق آنئذ بالقرآن. هذاك الحديث اللي في صحيح مسلم، قول عائشة رضي الله عنها حق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن لم يكن أمرا عبثا، مش غير هكذاك، إنما يقع التخلق بالقرآن بعد معاناة، لا بد من معاناة، مكابدة، محنة، كما في حديث عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها، في رواية وأخواتها من المفصل، وكل ذلك صحيح الإسناد. لما تبدأ تقرأ القرآن وتشعر بالألم عرف بالله راه القرآن عاد بدا الخدمة فيك هذيك اللحظة، أنا إذن بدأ يشتغل. ما لجرح بميت إيلامه، شد واحد ميت وتبدا تدبح فيه في رجله ولا في ظهره ما يشعر بوالو. ما لجرح بميت إيلامه، ولذلك الألم أو الشعور بالألم يدل على الحياة، يدل على الحياة. يعني الأطباء يعني ديال الجلد بالشكل القديم والشكل الحديث، يعني كيكون شي واحد عافانا الله وإياكم عنده شي رجل أو شي ضبراء أو كذا إلى آخره، يعني مريضة لواحد الدرجة أنه ما بداش كيشعر بها، يعني أنها ميتة، أو على الأقل ذاك الجلد وذاك اللحم في ديك المنطقة وفي ديك الحبة ميت. كيبدا يداويه، لما كيداويه ما كيشعرش بالحريق ديال الدواء. هذه وضعية مزرية، يعني هذه وضعية مرضية مكرصة. من اللي كيبدا يشعر بالحريق بعد مدة ديال الدواء كيقولوا راك بديت تبرى، اش هو العلامة بدا يشعر بالحريق؟ فالألم علامة على الحياة، بدا الحمل الجديد كيطلع وبدا الحريق كيكون. فكذلك القلب حينما تتنزل عليه رسالة القرآن ولا يشعر بشيء قلب ميت. أولم يقولها رب العزة لتنذر من كان حيا مش ميتا ويحق القول على الكافرين، لأن النظرة موتى، وإنما تحصل النظارة لمن في قلبه حياة. حياة، فباش يوصل الإنسان هذه الحقائق قلنا ونعيد القول ونفصله الآن، لابد من السير على خطى رسول الله في ترتيل القرآن وفي تلاوته. أولا ذكرنا قبله في سياق التعبد، اقرأ القرآن وأنت تعبد الله به، ولا جو أضمن للعبادة من الصلاة. يمكن لك تعبد الله تعالى بتلاوة القرآن خارج الصلاة، نعم، والحديث مطلق إن لقارئ القرآن بكل حرف حسنة، ماشي شرط الصلاة، لكن الصلاة أضمن، لأنك ملي كتكبرت كبيرة الإحرام المفروض أنك ودعت خلفك الدنيا وأقبلت على الله بوجهك، فما تتلوه آنئذ من القرآن يكون أوقع في النفس وأكثر أثرا على القلب مما تقرأه خارج الصلاة من الفاتحة ومن الصور ومما يسر لك من القرآن الكريم. ثم أن تقرأ القرآن على مكث
كما قرأ أخونا قبل قليل وقد وفق في ذلك توفيقا رغم أنه لم ينبه إلى ما ينبغي أن يقرأ. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه الآية عندها أختها عديلتها في كتاب الله وهي التي في سورة الفرقان. وقال الذين كفروا لولا نزل إليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الآية الأولى وقرآنا فرقناه، فرقناه تفريق تنجيم. القرآن ما نزلش نزلة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل كتب سابقة عند جمهور العلماء، هناك من يخالف لكن جمهور العلماء على مذهب أنها نزلت جملة واحدة. رب العالمين نزل التوراة في الألواح على سيدنا موسى في خطرة واحدة، وذلك ظاهر خطاب القرآن. كل التوراة نزل عليه في الألواح وزع على ذراعه مشابهة، القرآن لا. أنزل جملة واحدة في ليلة القدر من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وبقي هناك محفوظا عند جبريل في السماء الدنيا، ثم بدأ يتنزل بعد ذلك على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الأرض خلال 23 سنة. ولذلك علماء القرآن يفرقون بين الإنزال والتنزيل. الإنزال هو يعني إنزال القرآن خطرة واحدة أي جملة واحدة، وهو الذي وقع من السماء السابعة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وهو ظاهر قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وفي سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر كله من السماء السابعة إلى الدنيا. أنزلناه المصدر ديالها إنزال كله، لكن نزل ينزل تنزيلا فيها تشديد فيها تضعيف، والتضعيف يدل على قوة الفعل أو على تكراره كيتعاود، وكل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى كما هي قاعدة أهل اللغة. ولذلك في هذا السياق قال وقرآنا فرقناه، تفرق على آيات وصور وجاب لهم التعليل، ما الحكمة ما العلة؟ قال لتقرأه على الناس، قال على مكث أي مرحلة طويلة، مكث ماكث مقيم هو جالس تما مكث. ثم بيّن ذلك بقوله تعالى ونزلناه، ما قالش وأنزلناه، ونزلناه أعطى المصدر اللي جا مفعول مطلق ليدل على قوة الفعل وعمقه وطول أمده تنزيلا، ونزلناه تنزيلا 23 سنة. القصة هنا ليست في طول الوقت وحسب، لا شي قضية الوقت، كان ممكن يقول ونزلناه علاش تنزيلا، لأن في هذا الإطلاق ما فيه من معاناة المنزل عليهم. يعني المكان كينزل ما كينزلش كتبقى الأمور عادية، تنقلب الحياة وتتبدل الأحوال ويتغير مجرى التاريخ في الأنفس وفي المجتمع. يعني كتنزل آيات تحدث حالا وتغيرا وتحويلا وتبديلا في الإنسان وفي المجتمع وفي العالم. 23 سنة من التنزيل كانت كفيلة بصناعة أعظم إمبراطورية في تاريخ الإنسانية، ماشي في العالم، في تاريخ الإنسانية، بما لم يسبق له مثيل على الإطلاق. فتنزيل القرآن أحدث عجبا في الأرض، كرة أرضية كلها أحدث عجبا. يعني قبل نهاية القرن الهجري الأول مازال ما كملش قرن من الزمن كان الإسلام في الأندلس من عند رعاة، من رعاة كانوا في الجزيرة العربية، بدأها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل اليتيم الذي كان يرعى
غنم قريش على قراريط. شو سبحان الله عظيم، رب العزة كيخرج القوة من الضعف. سيدنا محمد طفل يتيم يتيم وفقير كيسرح الغنم ديال قريش عليه الصلاة والسلام، حتى لما جات المرضعات كما تعلمون وكما هو مشهور السيرة باش يربوا أولاد الأغنياء، حتى واحدة ما بغته لفقره ويتميه، وأخذت حليمة السعدية من بني سعد من بعد أن لم تجد طفلا ترضعه فكرهت أن ترجع بغير رضيع. هذا الرجل يجعل الله منه بالقرآن، كاين شي حاجة أخرى بالقرآن. إن سيدنا محمد لن يكون ما كان إلا بعد أن نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فصار بعد ذلك ليس محمدا بن عبد الله وحسب، بل صار محمدا رسول الله، رسول ديال رب الكون رب العالمين، يكلمه الله عز وجل وحيا لهذا القرآن الكريم رسالات ليبلغها إلى الناس وعلموا الطريقة باش يتخلق بهذا القرآن ويتربى بهذا القرآن. فكان يتلقى الآيات الواحدة والثنتين والخمس آيات والسبع آيات وينقطع الوحي زمنا، تجي خمسة ستة آيات سبعة جوج وحدة ويمشي الوحي، ما كاينش كل يوم. لما لتقرأه على الناس على مكس، كيقول لي واحد تخدم بهذا الشيء عاد نعطيك جديد، لأن هذا القرآن إنما هو عمل، إنما هو كلمات الله. ومن معاني كلمات الله في القرآن أنها تدل على الابتلاء. كلام ديال الله ماشي بحال كلام ديالنا، حاشاه سبحانه وتعالى عن ذلك علوم كبيرة، بل كلامه جل وعلا أمر وقضاء وقدر وفعل تكويني وفعل تشريعي. كلام رب العالمين إلى جل الإنسان كيكون معناه الخدمة عمل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، يعني نجح فيهم نجاح كامل 100% جايب 20/20. ولذلك استحق إمامة الناس، قال إني جاعلك للناس إماما. سيدنا إبراهيم طمع لأولاده وذريته، قال هم من ذريتي، قال حتى ينجحوا بحالك. لا ينال عهدي الظالمين، قال لا ينال عهدي الظالمين. كلمات الله ابتلاء وعمل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. كلمات الله هنا هي إقبال القلب على الله بالندم والتجرد من الخطايا توبة بين يدي الله الواحد القهار. هذه الكلمات، والقرآن من كلمات الله عز وجل، لا يحد بحد ولا يحصر بحصر. فالداخل فيه داخل في بحر من العمل. ولذلك جاء التعليل حينما أمره في سورة المزمل بترتيل القرآن ترتيلا، جاء التعليل بعد ذلك في السياق فقال له علاش مطلوب منك تقوم الليل، علاش مطلوب منك تصلي بليل وتقرأ القرآن بهذا المنهج. السبب في ذلك والحكمة في ذلك والقصد والغرض، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلذلك الذي يستخف قراءة القرآن لا يعرف القرآن ولا يتلقى منه ولا حرف، وإنما الذي يستعظمه ويستثقله ويكابده ويعاني عند سماعه وتلقي رسالاته، فذلك الذي يقرأ القرآن وذلك الذي يرتل القرآن. ولو أخذنا القرآن بهذا المنهاج فعلا لكان أمرنا ووضعنا شيئا آخر في الأنفس وفي المجتمع، يعني يكون نفسي نفسي أنا وأنت وعلى بشوية، يعني ما تزربش، ما تقولش يعني كتاب الله سأخذه هكذا في فترة وجيزة، ما لن تستطيع، مستحيل. هو سيدنا محمد أعظم الخلق قوة في البدن وقوة في النفس والروح
خلقت كنت غريبة. صحيح هو ابن آدم، لكنه فيما فطره الله عليه من القوة البدنية والنفسية شخص مختلف، وبيّن ذلك هو بنفسه في الحديث الصحيح الثابت، وتواتر ذلك مما ذكر عن أحواله: إني لست كهيئتكم، حديث صحيح، إني لست كهيئتكم، خلقتي ماشي بحال خلقتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فكان بذلك يصوم صيام الوصال الذي حرم على المسلمين، صوم ثلاث أيام متبعة ما يفطرش لا الليل لا النهار، ولا يجوز ذلك لعامة المسلمين. احنا الصيام ديالنا معروف من الفجر للمغرب، لأن بدنه مختلف، يعني راه يعني كما نقولوا باللغة المعاصرة فيزيولوجيا بحال بحال، لكن فيه قوة أخرى ممدود ومسنود من عالم الغيب، ولذلك كان يطيق ما لا يطيقه البشر. لكون كان بشر عادي عادي والله ما يقدر تنزل عليه ولا حرف من القرآن الكريم، لو نزلت عليه كلمة واحدة بالحرف لا مات إلا انهد، كما وقع لموسى حينما تجلى ربه للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وموسى ما نزل عليه ولو ديك اللحظة غير بالمنظر، وخر موسى صاعقا. ابن عباس رضي الله عنهما عنده واحد الكلمة لطيفة كيقول، جابها الإمام ابن كثير في تفسيره لطيفة حقيقة، كيقول: لو لم ييسر هذا القرآن على لسان محمد عليه الصلاة والسلام لم استطاع أن يقرأه أحد، ومن يستطيع أن يتكلم بكلام الله؟ هذا ماشي القرآن كلام الله؟ بلى. فهل يستطيع العبد أن يتكلم بكلام الرب؟ مستحيل، لأن كلام الرب على قدر علم الرب سبحانه وعلى قدر عظمة الرب سبحانه، والعبد ضعيف. لكن من معجزات هذا القرآن ومن رحمة الله تعالى بالعباد أنه يسره تيسيرا عجيب: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهم المدكر. فلذلك إذن رغم هذا جميعا سيدنا محمد كان محتاج، وهو أقوى بشر ذكرت بدنا وروحا، كان محتاج 23 سنة باش يتلقى القرآن، والناس معاه البيئة العربية أنا إذن محتاجة لهذا القدر من الزمان لتستوعب هذه الحقائق الإيمانية ولتتخلق بها. فلذلك ما تحاولش تزرب أن تتلقى القرآن بهذا المنهج، سير بشوي عليك. وأقول لي ولك: لو أكرمك الله عز وجل بصورة الفاتحة في سنة كاملة، عام كامل تلقيت في صورة الفاتحة، أبشر إذن لأن بها ينفتح لك القرآن كله بعد ذلك إن شاء الله. أشهر طويلة يلا تلقيت في صورة الإخلاص، قل هو الله أحد، أبشر إذن بفتوحات من الأنوار والتخلقات والمقامات الإيمانية العالية التي لا تدانى. أي سورة أي آية تقع من قلبك موقع التلقي وتبدأ تخدم هذه الآية في اللطائف الروحانية ديالك، وتبدأ تكتشف الثغرات ديالك، وتبدأ تكتشف النقائص ديالك، وتبدأ تكتشف العيوب ديالك من خلال مرآة تلك الصورة، وترى أنها بدأت تعمل عملها بمقاريضها، تبدأ تشعر بالألم، لأنه صعب على النفس أن تتحول من طبع إلى طبع، النفس صعيبة تحول من طبيعة إلى طبيعة، كفطام الطفل الرضيع يجعله يبكي ويعاني ومن حوله كلهم يعانون، لأنهم ينقلونهم من طبع إلى طبع ومن وضع إلى وضع. لهذا إذن حينما يؤخذ القرآن بهذا المنهاج يحتاج إلى مكث لتقرأه على الناس على مكث، ولكن كن على يقين أنه بإذن الله يرقيك، يتحول القرآن عندك إلى معراج. كلما قرأت شيئا جديدا من كتاب الله عز وجل شعرت بأنك ترتقي، وهذا هو المفقود. الحديث الصحيح: اقرأ وارتقي، يقولها له في الآخرة، لكن هي في الدنيا قبل الآخرة.
بالدليل، لأنه أمر بأن يرتقي في الآخرة. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، لأنه لما كان في الدنيا كان يرتقي بهذا القرآن الذي كان يقرأه، وأبدا لن يرتقي في القرآن في الآخرة بالقرآن إن لم يكن يرتقي به في الدنيا. يقرأ القرآن ولا يرتقي به، أو ليس رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه؟ نعوذ بالله. بلى، كاين اللي هو يقرأ القرآن وينزل ما كيطلعش، هو كينزل به في الدنيا ويطلع به في الآخرة؟ أبدا لا يكون هذا، بل يكبه نعوذ بالله في النار ويزخ على قفاه في جهنم. ولهذا قارئ القرآن الذي يقال له اقرأ وارتقي في الآخرة على قدر ما كان يقرأ من الآيات في الدنيا، على قدر ما كان يرتقي بقراءته في الدنيا، ولا يكون الارتقاء بمعراج القرآن إلا على مكس، فيحتاج إلى صدق نية. بهذا نختم، يحتاج إلى صدق نية يعني إخلاص. قضية الإخلاص هذه قضية والله قضية. العرب كتسمي الشيء الخالص بمعنى الصافي، ولكن فوق درجة الصفاء يعني بمقامات صافي. مريض اللغة معروف عندهم هذا الشيء، ترادف في العربية ما كاينش، وفي اللغة الألفاظ الدينية من باب أولى وأحرى، يعني ما كاينش كلمة في العربية تساوي كلمة، يعني ما يمكنناش نشرحوا الإخلاص نقوله هو الصفاء أو التصفية، لا، وإنما هذا الترادف بمعنى أنه يعني قريب له. ما معنى الترادف؟ كلمة رادفه في العربية، رادفه اركب حداه، كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس حديث يا غلام يا غليم وغيره من الصحابة اللي كانوا كي يردفون النبي صلى الله عليه وسلم فوق الدابة، كيركب هو عليه الصلاة والسلام على الجمل أو على العود، كيركب واحد من وراه، كيقول هو رادفه أو ردفه ركب معه، فمعنى رادفه اركب حداه. فنتأملوا، ماشي ركب في بلاصته، فوقاش غيولي هو أو هو إياه، من اللي يكون يعني ركب في بلاصته، هو ما ركبش في بلاصته، ركب حداه. إذن ركب حداه هذا شيء وهذا شيء آخر، إنما متجاورين، الترادف بمعنى التجاور ولا يعني التساوي. لما نطلب مني مرادف الكلمة نعطيك اللي قريب ليها، ما عمر ما نطمع نعطيها لك هي براسها بلفظة أخرى، هذا لا يوجد في لسان العرب وفي القرآن 100% ما كاينش نهائيا، لا وجود للترادف في كلام الله عز وجل. كاين وحدة بمعنى كتشبه لها، وكيما ماشي هي بيناتهم فرق، واخا تلقى شعرة في الترتيل غير القراءة، والقراءة غير التجويد، وهكذا، والقرآن غير الفرقان، وغير التنزيل وغير الذكر، مع أن القرآن هو القرآن، لكن لكل لفظة دلالة. ترادف يعني وحدة. فذكرنا هذا لبيان أن الإخلاص نشرحه بالتصفية، لكننا لا نطيق، ما يمكنش، إنما التصفية كتقرب. الصفاء درجة من الإخلاص وليست هي كل الإخلاص، لك يقول لبن صاف بمعنى لبن بيض 100%، ما فيه شيء ولا قطرة ولا نقطع مما ليس بلبن، ذاك هو خالص. ذهب خالص يعني الذهب تصفى بالنار وتقطر حتى ما بقاش فيه ذرة واحدة، ذرة من تراب أو من نحاس أو من أي معدن آخر، ذهب خالص 100%. ربي طلب منا، سبحان رب العالمين طلب منا، وهذه المحنة حقيقة، التكليف، يعني التكليف خصو المكابدة، خصو الخدمة، طلب منا الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا لأمر، هذا المشكل فيه أمر، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص.
اللي كيوصل الله وذاك الصافي 100%. وسيدنا محمد في بيان هذا أعلمه الله أن بنادم ما يقدرش على هذا الشيء، لكن ربي كيكملوا لك كيجعلوا لك خالص واخا خاصو شوية. ولذلك قال لنا سيدنا محمد في واحد الحديث يبشر اعملوا ولن تحصوا، حديث في مسند أحمد وفي غيره وهو صحيح الإسناد، اعملوا ولن تحصوا، خدم وراك ما غاديش تكمل ما غاديرش 100%. ولن تحصوا، إحصاء يعني الإتمام. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، تتمة الحديث. وحديث آخر ولد عمه يعني شبهه قاربوا وسددوا، يعني قرب قرب الهدف وسدد، يعني سديد هو يعني أنك تنيش تنيش. سيدنا محمد واحد الخطرة يوصي سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كيقول له واذكر بالسداد سديدك السهم، واذكر بالهدى هدايتك الطريق. ملي تكون تخدم في صلاتك في دينك في قراءة القرآن خصك تسدد، وكيفاش تسدد؟ تذكر وأنت يعني تريد أن تجعل السهم يقع في النقطة، فزعما كدير جهدك كيمكن يوقع في النقطة ويمكن ما يصيبش، لكن بما سددت الله عز وجل يجعله لك في الهدف، أي يجعله لك خالصا. وكذلك الهدى، هذا الشرط الأول، أن ندخل وأن نطرق باب القرآن بقصد خالص، لا نرجو سمعة ولا تسميعا. هذه مشكلة ديالنا كاملين، نطلب الله تعالى يجعلنا من أهل الصفاء والتصفية والإخلاص. تسميع، صحيح البخاري من سمع سمع الله به يوم القيامة. ما معنى سماع؟ ماشي في القرآن، في كل شيء، في الوعظ والإرشاد، في الخطبة، في الدين. كيعجبني تقال فلان الفلاني ما شاء الله كيخطب الجمعة مزيان، كيدير الدروس مزيان. إلا وقع هذا الشيء في القلب خريب القلب واحترقت الأنوار. من سمع أي قصد أن يسمع الناس فعله شهيرا وشهرة سمع الله به يوم القيامة، يحطر به على رؤوس الأشهاد وكيف فضحوا كيف فضحوا، ويسمع الخلائق كاملين فلان كان يفعل في الدنيا كذا وكذا ليسمعه الناس. فأنا أسمعكم الآن أنني أبطل عمله، من سمع سمع الله به يوم القيامة. فقارئ القرآن إن وقر به بقلبه تسميع أضاع عمله. يعني من ناحية المادية ما صعيبش هذا الشيء، ولكن من ناحية النفسية صعيب. ولذلك ربي تعالى قال لنا واصبر نفسك ماشي بدنك، حاجة اللي ضرتك في بدنك ربي قال لك فيها رخصة، ما قدش تضى مجروح ما تضاش تيمن، ما قدش تصوم مريض افطر واعطي الفدية، ما كلفكش ربي في البدن لكن في النفس كلفك. فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذه هي السبب ديال علة الصبر، يريدون وجهه. هذه علة الأولى، يريدون وجهه ماشي سهلة، تحتاج إلى صبر، لأنك أنت تريد وجه الله كيجيك الشيطان كيقول لك ها واحد فلان كيشوف فيك كي كدير، فأحسن فعلك له، هو دخل الشرك. فيحتاج إلى مصابرة واصطبر عليها، مصابرة واصطبار. يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، هذا يحتاج إلى صبر. فالإخلاص هو أول شرط، ولا ينال إلا بمكابدة ومعاناة ومجاهدة. ما تخيلش غادي تربحوا لي لوحدة الإخلاص، تحتاج الأيام ديال الخدمة. أخلاق القرآن كان خلق القرآن يحتاج إلى موكس وقت، وافرح بالله عز وجل إن شعرت بأنك تتقدم خطوات، وراه الآثار ديال الشيء كتبان، تبان عليك إيه مع نفسك، تبان عليك في الإقبال على الخطايا والذنوب. واحد الخطرة كتلقى في الأول كتلقى عندك جرأة دير شي حاجة ماشي هي هذيك، جرأة تفكر تفكير سيء، جرأة تقرط واحد المال حرام كيجيك ساهل، من بعد تبدا تلقى نفسك واخا تاخذ المال حرام ولكن قلبك منقبض، أبشر راك وليت كتبرى. هذاك الانقباض ألم، المرض باقي لكنك بدأت تتألم، أي بدأت نفسك تصح، بديت كتبرى.
فعسى تأتي الساعة التي اشمئز فيها من المال الحرام ولا تأخذ منه ولا فرنكا واحدا. راك غير تبقى غادي، ربي كيعطيك الجواب في النار الأول، لكن ما كيعطيكش الصفة كاملة إلا لمن أكرمه الله بولاية وفضل الله لا حد له. الأول. الثاني قلنا إذا الإخلاص والصبر عليه. الثاني الارتباط بالمنهاج القرآني، ما تزربش المنهاج القرآني والسنة، وهو مضمون هذه الكلمة من أولها إلى آخرها، يعني تقرأه على الناس على مكس، كذلك لنثبت به فؤادك. قال الذين كفروا لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة. لا، ما كاين جملة واحدة، كاين شوية بشوية، جملة جملة، بل كلمة كلمة. صبر على المنهج، صبر على الزمان، صبر على الوقت وأنت سائر، وهذا معنى السير إلى الله عز وجل. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا وهمنا ونور أبصارنا وبصائرنا. اللهم اجعله لنا رفيقا في الدنيا وأنيسا في قبورنا وشفيعا لنا بين يديك يوم القيامة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.